قال مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري إن معرض التصميم الهندسي 37 يضم 107 مشروعات من مختلف أقسام كلية الهندسة والبترول، يطرح من خلالها رؤية للمستقبل وكيفية توظيفها كخبرات تطبيقية وعملية. أضاف الأنصاري في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح المعرض الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن بعض المشروعات المقدمة تعد مشروعات تنموية قابلة للتطبيق، وتبين مدى اهتمام جامعة الكويت بتحفيز الإبداع لدى الطلبة.